محبتي للسائلين على خطى الخليل ابن احمد الفراهيدي، لكن اقول لهم انكم عندما تسيرون على هذه الخطى فمسؤوليتكم صعبه جدا. تيأسوا من روح الله ولا تعتقدوا ان ما قاله الشاعر الناقد الاستاذ ايهاب عبد السلام هو النهايه، على العكس هو بدايه تفتح افاقا اكثر رحابه. يعني اتخذوا من كلماته تحديا حقيقيا، يعني انت تقول لنا كذا اننا لا نستطيع ان نقول او ما قلناه هباء او لا يعجب احدا، اذا نحن سناتي لك بما تقول عنه بعد ذلك. الله، هذا هو الجميل الرائع. هذه دعوتي لكم جميعا، لا تيأسوا. كل من يكتب الشعر يجد من يقول له الله أحسنت وأبدعت، ويجد من يقول له أيضا عليك أن تنتبه إلى كذا وكذا وكذا. فلا تفرحوا بكل من يقول لكم أحسنتم ورائع وجميل وليس في الكون إلاكم وأنتم أعظم الشعراء. هذا كله يدفع الشاعر إلى الغرور الذي يلقى عنده حدفة. لكن حينما يقول لك مخلص وبحق أنت أخطأت في كذا وكذا وكذا، فلا تجعل هذا يعني يترك في نفسك أثرا سيئا، لكن خذ من كلماته مصباحا ينير لك الطريق فيما هو قادم. فشكرا وتحية للأستاذ الشاعر إيهاب عبد السلام الذي قدم لنا مش مصباح بقى، ده قدم لنا يعني كشاف كبير قوي يجعل الكل يرى أشعاره في ضوئه. فلا تخافوا ولا ترهبوا، رهبة هذا النقد البكتار هو في مصلحتكم دائما. شكرا جزيلا. طبعا طبعا نقد بناء طبعا، لكن هو فيه قسوة، لكن تلك القسوة التي تأتي بالنتيجة الحسنة الجميلة في المستقبل إن شاء الله بإذن الله. رفقا بالشعراء أيها النقاد، رفقا. حد ثاني بس طلع وديع جدا النهارده. والله هو ياخذ حذره، هو ياخذ حذره.